ايار لشهر مريم، وي كمان هلا في 15 ايار لها مطره، ما تخلي يعني مريم العذراء ما تحمي الزرع من الحالول، من البرده تمري اشوريه والعربايه تمري حالول. هالشهر كله العالم عن تنذر لمريم العذراء تلبس هالحويس، النسوان يقبلون لاولادن يلبسون شهر مريم. هذا شهر ايار، هو من اول ايار لاخر ايار. في ناس يلبس بطباخ باب، في ناس مثلا ابن مرض يعني ناس الاوليه ما عندهم ما في دكاتره، يقول يا مريم تلبس شهر حويسكي بس شفي ابني. الله يشفي يعني، كانوا مؤمنين وكانوا كواس العالم. في نسوان ما عندهم ولد، تقول يا مريم اعطينا بنت ولد نسمي على اسمك، يسمون على اسمها مريم يلبسون حبيسه شهر ايار او شهر اب. يعني نسوان يكونون ارامل، بنت صبيه طاهره ما رب جوز ما يصير تلبس، يعني عندها مجوزه وجوزها طيب لا، لاني ارامل يلبسون لاني عندهم جوز يلبسون بناتن ما يصير يلبسوها تلبس ما اعرف جوز، الا يكون تكون طاهره، تكون يا ارمله يا صبيه. ثوب العذراء هي والزنار علي وابيض، هذول هي لبسه، بس مو هيك قصير طويل يكون. مريم العذراء من مريم ما كان هيك قصير، كانت تلبس للارض، وشرب في راسها ابيض. في ناس مثلا يعني كل قا انت شفتيني لابسه هالحويس تجين تقولين خالي بدي عقد عقده تنوي، تعقدين الله تعالى يفك عليك، اشك طلبتي بقلبك مريم تسمع لك. كل المسيحيه يلبسوا مو بس الاشوريه، كلها المسيحيه اهل البلد كلها، هلا تروحين البلد يوميا كنيسه مليانه هيك لبس نسوان كلها لابسين. ما شفتوا يعني لا عرب ولا كرات كل لبسوا، يقدروا لا يامن كل واحد يامن تلحقوا العذراء، العذراء ما في تفرق عنده. انا لا يامن فيها هي مع اثنين من اول ايار لاخر ايار. وفي ناس باب من اول اب ل 15 اب يوم عيد السيده يشلحون، في ناس لاخر الاب يلبسوهم. انا بلب قلبي هو بدي نذرته بقلبي، ما يصير اقول للناس هيك نذرته. ولا يلبسوا لازم كل يوم السبت صايم يصوم على الزيت، ما صيف شتى اينما تلاقي يلبسوا لازم السبت يصوموا للمساء، يعني صوم عادي على الزيت وعلى الزعتر وعلى هيك شغلات، ما ياكل لا لحم لا لبن لا جبن. لا يلبس ما يصير، يعني ما في حد بهالدنيا فين انا بريئه بدي البس، مو بريئه اعرف حالي مو اقدر البسه ما البسه، لان ما تزعل من عذراء واحد اغلى قلبه مليان ما يصير زعلانه والبس القميص. لا يلبس لبس ما يصير، لا يسرق لا ينهب لا يكذب، لا يجي اغجع عنك عن بابك، عندك لقمه خبز جا قاطيني خبز تعطين هاللقمه وتبقين حالك تدبين حالك للمساء جوعان، المهم تعطين لهالفقير هالخبز، ما يصير ترجعين ابد للفقير انت لابسه، لو تعطيه سكين ما يصير ترجعيه. نحن نجيب قماشي من الدكيكين ازرق ونعطيها الخياطة خيطه ونبيتها ليله بالكنيسه بعدين نلبسها. لا قبل ما يتوفى قبل جاء هالولاد جبته كم مره توفى، بعدين نذرت العذراء خلت لي هالاثنين.